أما وعي ما عنده، ولذا ارتد الناس أكل وقت عندنا، ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة أو أربعة وعمار حاس حيصير. قالك ما عندهم وعي، اللي الله مدحهم وبشرهم في الجنة ما عندهم وعي، يا آكل التربة. أما هل يجوز أن يأكل إنسان شيئا من تراب الإمارة؟ نعم، هل يستحب؟ هذا بالشفاء لجميع الأمراض، والطفل من يولد مستحب شوية تخلي من تربة الحسين في حلقه حتى يصبح حسينيا من يوم الولادة. أنت تتكلم عن الصحابة، هزلت والله. من أصول عقائد الإمامية الاثنى عشرية اعتقاد ردة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة هي من أكثر ما يطرح المعممون على المنابر ويزرعونها في قلوب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك آية أيها الشيعي قبل السني تكذب هؤلاء بأن الردة لم تحصل في المهاجرين والأنصار ولا في أهل مكة ولا في أهل الطائف الذين ثبتوا على الإسلام بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. آية تبين عدالة هؤلاء، لا ريب أن الأدلة على عدالتهم في القرآن كثيرة جدا، لكن بما أن الموضوع في الارتداد وفي لفظ الردة فتعالوا نرى أن هناك وعدا إلهيا وتهديد إلهي بأن الصحابة من المهاجرين والأنصار إذا ارتدوا فسوف يأتي الله بقوم آخرين يحبهم ويحبونه ويجاهدون في سبيل الله وإلى آخره، أي أن الله سيستبدل المهاجرين والأنصار عند ردتهم بقوم آخرين يعز بهم دينه. هذا الوعد لا يتخلف، الوعد الإلهي يتحقق دائما، ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى منه سبحانه وتعالى عهدا ووعدا. خلونا ناخذ الآية آيتنا هذه الليلة أيها الفضلاء. لأجل هذا يا شيعة طعنوا في القرآن وقالوا أنه محرف وأن قرآن المهدي هو القرآن الكامل وسيأتي به في آخر الزمان، عشان تعرف ليش طعنوا في القرآن وأنشأوا عقيدة التحريف، تحريف القرآن. اقرأوا معي في سورة المائدة في الآية 54، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الخطاب للمؤمنين المهاجرين والأنصار والمؤمنين عموما حتى ممن لم يكن منهم ممن تأخر إسلامه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما في تقية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ماذا يقول الإمامية الاثنى عشرية؟ ماذا يزرعون في حسينياتهم؟ دعونا نشاهد. هذا أحد المعممين من كبار المعممين في الكويت وهو المهري. شنو عقيدتكم في الصحابة؟ خلونا نشوف هل الوعد الإلهي تحقق ولا لا. فضائل ومناقب العباس، العباس ترك الدنيا وما فيها وجاء لنصرة الإمام الحسين، أما بقية المسلمين من صاروا؟ قيل لعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الخليفة الثاني، قيل له أن الحسين خرج للعراق، قاعد مع العراق، أنت ليش ما تروح وياه؟ روح وياه يعني بترسل لله. قال مالي والدخول بين السلاطين، قال أنا المسألة السياسية بيناتهم السلاطين. لم يذهب من نصرة الإمام الحسين، والأمة خذلت الإمام الحسين، الأمة الإسلامية آنذاك خذلت الإمام الحسين، لأن هذه الأمة كانت حتى في زمن رسول الله ما كان عندهم وعي. بعد تحليل هذا أستاذنا السيد محمد باقر يقول الأمة حتى في زمن رسول الله لم تكن عندهم الوعي، عندهم كان يسمون بالطاقة الحرارية، كان عندهم طاقة حرارية الصحابة اللي مدحهم الله في القرآن، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم معهم يحثهم على الجهاد فكانوا يذهبون إلى الجهاد. أما وعي ما عندهم، ولذا ارتد الناس أكل وقت عندنا، ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة أو أربعة وعمار حاس حيصير. شوف الطعن في الصحابة، يقول
عمار حا صحيصة، وهذا نتيجة عدم الوعي. الصحابة دراويش، والفاهم أبو طاقة حرارية، والمراجع والكتب التي زورت والعقائد السبائية، ما يجتمع الدين السبائي مع القرآن، ولذا طعنوا في القرآن وجعلوه خصما لهم. وإلا ماذا تفعلون ب1200 رواية في تحريف القرآن؟ بينك وبين الله احنا يا مطلب عندنا بعد ب1200 رواية، حتى الغدير ماكو ب1200 رواية. الذي لا يعتقد بتحريف القرآن ما هو من شيعة أهل البيت، لأنه يكذب الأئمة روايات بالمئات. وحرفوا آياته، الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، ولكنهم حذفوها وحرفوا تأويله. يعني مو بس تفسير، أكو تأويل للآيات، مثلا والتين والزيتون الحسن والحسين، أو كاف ها يا عين صاد، كاف اسم لكربلاء، يتلاعبون في التأويل. قالك ما عندهم وعي، اللي الله مدحهم وبشرهم في الجنة ما عندهم وعي، يا آكل التربة. أما هل يجوز أن يأكل إنسان شيئا من تراب الإمارة؟ نعم مستحب، هل يستحب؟ وشفاء للمرضى، إذا عندك تربة حسينية أصلية ماخذين من نفس القرب، هذا بالشفاء لجميع الأمراض. والطفل من يولد مستحب شوية تخلي من تربة الحسين في حلقه حتى يرتبط بالحسين، حتى يكون عند ولاد الحسين، حتى يصبح حسينيا من يوم الولادة. يا الراوي عن عفير، أنت تتكلم عن الصحابة، هزلت والله. على كل، نروح إلى المقطع الثاني. هذا الإيراني بيجيب كلام موافق للمهري، عشان تدرون العقائد المجوسية شلون تسربت وتشربت بالأصح الدين السبئي، ونظرت له ودافعت عنه وزورت فيه الكتب والروايات. بعد از قدير و بعد از رحلت پیغمبر که مردم دو دسته شدن، تمام رفتن یه طرف دنبال ابی بکر و به تعداد انگشتای دستت اومدن دور بر تو، که بعضی باید داره سه نفر موندن یا چهار نفر موندن یا کمتر از 10 نفر، دو سه تا روایت. تعجبم نکنید چطور این همه مردم رفتن بال، همین الان ببین دسته دسته فوج فوج دارن پشت میکنن به امام زمان، پشت میکنن به آیای قرآن. اون موقع که اهل مدینه نمیدونم 1 میلیون بودن، 2 میلیون بودن، 4 نفر برای علی موندن. يقول لك المدينه في زمان الرسول 1 مليون أو 2 مليون، ما بقى الا 4، حتى ما يعرف كم عدد الصحابه. مجوس ايش علاقته بالاسلام؟ هدفه بس انه يبطل الاسلام اللي دمر امبراطوريته. لذلك جابوا روايات ارتدوا الى 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 ما، يعني بينك وبين الله رسول الله 23 سنه يشتغل شنو في مكه والمدينه؟ ما اشتغل رسول الله؟ اشتغل. ما بلغ؟ بلغ. ما بنى؟ بنى. ما آمن به ناس؟ آمن به ناس كانوا يفدونه بأنفسهم، وجاهدوا معهم وقتلوا واستشهدوا في سبيل الله يقينا. قال بأنه حنظلة غسيل الملائكة، أليس كذلك؟ مو فقط فد حنظلة كان أكو، كل هذول أصحابه. ما هو أنت تأتي تقول مباشرة بعد أن ذهب إلى الرفيق الأعلى بقدرة قادر، فجأة كلهم صاروا منافقين؟ هذا مقبول تاريخيا لو مو مقبول؟ هاي الفرضية مقبولة لو مو مقبول؟ لا سابقة لها في التاريخ. يعني شنو؟ فما بقي إلا شقيت 3 وعمارة بحاصة حيصة، عمارة ما لحقوا عليه، هم التزموا لنا دينيا وإيمانيا. أنت هذا التفسير لابد أن الوقائع التاريخية تؤيده أو شنو؟ ترفضه. وكل الوقائع تؤيد أو ترفض؟ ترفض، ترفض وجزما ترفض. ما أدري واضح ولا؟ إذن أنت من تضع فرضية النفاق، فرضية الارتداد، فرضية الكفر، لابد ماذا؟ ها؟ هاي الفرضية لا تقول لي أكو رواية، الرواية لا قيمة لها لأنها تصطدم مع الوقائع شنو؟ التاريخية. ما راح أجيب الآيات التي تعد الصحابة بالجنة، اللي تقول أولئك هم المؤمنون حقا، ما أقول والسابقون الأولون، اللي أمر الله باتباعهم، ما أجيب آية الأمر باتباع سبيل المؤمنين والعقوبة على تركه، ما راح أجيب آيات التوبة على المهاجرين والأنصار، آية الرضوان على الذين بايعوا تحت الشجرة، آية الوعد بالجنة للذين أسلموا وأنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أو بعد الفتح، وكل وعد الله الحسنى أي الجنة،
كل هذه تثبت عدالة الصحابة وفضل الصحابة. والصحابي عندنا مو اللي ارتد، اللي ارتد مو صحابي، صحابي هو الذي بقي على الإيمان حتى مات. زين، حنا الآن مو في طي إثبات عدالة الصحابة، هذا أمر تجاوزه البحث أصلا. لا، احنا اليوم جايبين لهم آية واحدة، هي الآية اللي قريتها قبل شوي. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى آخر الآية. يعني إذا حصلت منكم الردة يا أهل الإيمان، والخطاب بالأصالة للمهاجرين والأنصار أهل المدينة اللي نزل القرآن عليهم وبين أظهرهم، إذا ارتديتوا فسوف يأتي الله بقوم. حلو. الحين السؤال يا شيعة، أنتوا تقولون الصحابة ارتدوا، المؤمنين هؤلاء الذين خاطبهم الله ارتدوا، وبقى قال ثلاثة وأربعة وحصحيصة عمار وتاب، ارتدوا ورجع. وين القوم الذين وعد الله؟ وين القوم الذين وعد الله بأن يأتي بهم إذا ارتد الصحابة؟ وين؟ أنتوا تقولون علي كان مستضعفا، والحسن والحسين كانوا مستضعفين وكانوا يتقون، كسروا ابن طلهاد الأمين وأسقطوا منها الجنين، وأخرجوا كرارها قادوه والزهراء تعدو خلفهم. لأن هو الإمام الحسن شنو؟ صالح. لأن الإمام يقول لو عندي عشرة، لو عندي عشرة من الأصحاب لقاتلت، بس الإمام يدري هاي العشرة هم ما عنده، ولهذا الإمام ما كان عنده أنصار. فوقف الحسين عليه الصلاة والسلام، قلت لك أكو أكثر من ألف واحد وياه، وقال: جاءنا يا أصحابي، جاءنا خبر فظيع يدل على أن شيعتنا قد خذلتنا. تسمع، شيعتنا مو شيعة عثمان، شيعتنا خذلونا، فمن منكم يصبر على حر السيوف، حر السيوف مو أكل الدجاج، اللي يصبر على حر الصفوف فليبقى معنا. يقول: فجعلوا يتفرقون عن الحسين عشرة عشرة عشرين عشرين حتى ما بقوا إلا عدد قليل. عند ذلك ظهر الانكسار في وجه أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يعني ما أتى الله عز وجل بقوم، يعني أخلف الله موعده، أم أن الله تعالى ثبت الصحابة على الإيمان فلم يرتدوا ولذا لم يأتي القوم؟ أو نقول بالصحيح أنه حدثت ردة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء الله عز وجل بأولئك القوم يتبعون المهاجرين والأنصار في حروب الردة، في حرب هؤلاء المرتدين. هذه الآية عند أهل السنة يقولون أنها ليست المهاجرين والأنصار، وإلا وين القوم الذين أرسلهم الله على المهاجرين والأنصار؟ وين القوم اللي يؤمنون بالإمامة والوصية فلما ارتد الصحابة بعد النبي أتى الله بهم؟ وينهم؟ ممكن جواب. أما نحن فنقول أن لما ارتدت العرب وثبت لها أبو بكر والصحابة من المهاجرين والأنصار، وردوا جزيرة العرب إلى حياض الإسلام، وقاتلوا أدعياء النبوة، أعانهم الله عز وجل إما بأنهم أبو بكر وأصحابه أو أنهم الأنصار، وكل هذه المعاني صحيحة، إذ أن هؤلاء هم من قاتل المرتدين فجاهدوا في سبيل الله وصدعوا بالحق لا يخافون لومة لائم. مصداقا لهذه الآية، أخبروني عن القوم أين هم يوم ارتد المؤمنون، أخبرونا، عندكم دليل؟ لاحظ أن هؤلاء المؤمنين اللي في الآية سيدافعون عن الدين وسيمكنون له، وين في دينك؟ أي دين هذا؟ عمار حاصحيصة؟ عمار ارتد وحاصحيصة وبعدين رجع. عمار بن ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اللي ماتت أمه بحربة أبي جهل، اللي عذبوا هو وأبوه أمه، عمار سيدنا عمار ارتد وتاب. ألا لعنة الله على دينكم الذي يكفر عمار وإخوان عمار؟ يا مراجع المجوس، ما هذا الدين الذي ما ترك حرمة ولا عروة من عرى الإسلام إلا نقضها؟ لا، بعد يقول لك عمار أخف حالا، الباقين حاصوا وما عاد رجعوا، أبو بكر، عمر، عثمان، سعد بن أبي وقاص، سعيد، أبو عبيدة، معاذ بن جبل، ساداتنا جهابذة الإسلام كلهم حاصوا ما عودوا. هذا يا أخواني بيان لعقيدة الإمامية الإثني عشرية وتنقضها هذه الآية. فماذا سيصنعون بهذه الآية؟ ماذا يصنعون بها؟ مرة ثانية نقراها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ارتديتم؟ سيأتي الله عز وجل بقوم يحبهم ويحبونه.
أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. الخطاب في الآية للمؤمنين سواء كانوا في المدينة أو من أسلم آمن خارج المدينة، توعد من يرتد بأن سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وينصرون الدين، وهذا وقع لما ارتدت قبائل العرب وتبعت مسيلمة وطليح الأسدي وسجاح، ثبت لها الصحابة ودعمهم أهل اليمن ونصروا الله ورسوله. أنتوا تقولون الصحابة ذول المهاجرين وأنصار هم اللي ارتدوا أصحاب السقيفة، وين القوم اللي نصروا الدين؟ وين الوعد أن الله سيأتي بقوم ينصرون الدين؟ يعني بعبارة ثانية بحسب عقيدتكم ينصرون الوصي، ينصرون الإمام المغتصب الخلافة من المرتدين، وين هذول القوم؟ دريتوا أن دينكم كذب على الله عز وجل؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.